قلنا بسم الله ان شاء الله كنطمحوا للنجاح. دائما الانسان من الطبع ديالو طماع، فالحمد لله انا يلاه يلاه شقيت طريقي وان شاء الله كنطمح شي حاجه ليا كبيره ما دقه دقه شويه بشويه. انا جد سعيده صراحه بالشغل مع الفنان الكبير محمد عدلي اللي كنوجه ليه تحيه من هذا المنبر، وان شاء الله ما عرفتش دابا لحد الان ما كاينش عروض، لكن الا كانت مستقبلا مرحبا. عادي جدا كاي بنت كنعتني بالاطلالات ديالي كاي بنت، عزيز علي هذا اللباس، عزيز علي دير المكياج. انا ما كننصحهمش بالشوبيه لان كتخرج على الشعر، انا خرجت على شعري فكننصحهم يخليو شعرهم طبيعي ويعتنيو به بالمواد اللي هي يعني اللي تكون طبيعيه، اما الصباغ وهذا الشيء راه. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.